انضم الينا مشاهدينا عبر الهاتف عضو المجلس المحلي عضو المجلس البلدي سبا السيد ابراهيم محرز. سيد محرز، هل القصف الذي حصل اليوم على قاعده تمن هند يقوض جهود المصالحه؟ في البدايه تحيه ليك وللساده المشاهدين. حياك الله. طبعا نشكر الاخوه سواء في قبيلة التبوة أو قبيلة سليمان الذين كانوا على قدر المسؤولية والثقة في إخماد فتيل الفتنة والحرب اللي كانت تسعى طرف أخرى لافتعالها داخل المدينة. الأوضاع هذه داخل مدينة سبا وكذلك في قاعدة الهند، نأمل من الأخوة في الطرفين تثبيت الفرصة على من يحاول استغلال هذا الظرف وإدخال المنطقة الجنوبية في صراعات قبلية لها بداية وليست لها نهاية. أتمنى أن يكون الجميع واعيين لما يحاك ضد الجنوب وضد أهالي الجنوب من فتن ومن مؤامرات لأغراض سياسية مختلفة. طيب، اللجنة المشتركة من قبيلتي التبو وأولاد سليمان التي تتابع تنفيذ الاتفاق، هل هي في تواصل معكم وأنتم في تواصل معها كمجلس بلدي سبها؟ طبعا من البداية من الفترة الأولى اللي حدث فيها الاختراق والاشتباك الأمني تنادوا الحكماء من كلا الطرفين وحتى أبنائهم وكل من له علاقة وقدرة على الحد من تصاعد الموقف العسكري كانوا على قدر المسؤولية، وبالطبع كان لهم معرفة ولقاءات سابقة بينهم، يعرفوا الطرفين بعضهم زي معرفة جيدة، كان في تواصل من البداية وكان في صوت العقل الواضح من الطرفين. كل من الطرفين أدى استعداده لوقف إطلاق النار بدون شروط، محاولة لحلحلة المشاكل اللي حدثت في نفس اليوم. وبارك الله فيهم الأعيان والحكماء من الطرفين أدت جهودهم إلى إخماد فتيل الحرب. أتمنى أن الأطراف كلها تصغي إلى ما ينادي به العقل ويبعد المنطقة وأهل الجنوب عن هذا الصراع، خصوصا ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم. الجنوب وبلدية سبا بالتحديد ليس في حاجة إلى الحرب، لا يكفي ما هو فيه من أزمات ومن مشاكل أمنية وخدمية. نشكر كل من كان له دور في موضوع. طيب سيد محرز، سيد محرز، ما موقف القبيلتين من قصف ميليشيات الكرامة للسجن التابع لقبيلة التبو؟ طبعا الجميع استنكر هذا الفعل الشنيع اللي راح ضحية ناس أبرياء ليس لهم علاقة بهذه الصراعات. المقر كان عبارة عن غرفة أمنية لكتيبة من كتائب التبو، كانت على قدر كبير من تحملها للجانب الامني في هذه المنطقه. الجميع كان يشهدها بنزاهه وبالعمل والتفاني في عملها. تفاجأنا بطيران غاشم ادى الى سقوط عدد من الابرياء سواء قبيله من اولاد قبيله اولاد سليمان او قبيله كل، جميع استنكر هذا الفعل الشنيع. وبالمقابل تنفصلت كل الاطراف من المسؤوليه، دليل على ان هناك ايادي سوداء وايادي غادره تحاول انها تخلق الفتنه داخل المدينة. اذا سيد ابراهيم محرز، الكل في الجنوب بالتحديد في سبا يرفض خلط الاوراق في المدينه ونشوب حرب قبليه. هذا الامر اصبح واضحا وجليا ليس من الان، منذ البدايه كان الجميع يرفض دخول المنطقة في اضطرابات أمنية. نعرف جيدا من وراء هذه الأمور اللي يحاول طرف من الأطراف استغلالها،
عارفين ان الامر هذا حيدفع ثمن المواطن البسيط اللي يعاني اساسا في الظروف العاديه من عده ازمات، لان اصبح الجميع على قدر كبير من الوعي والادراك لما يحاول بعض الاطراف جر الجنوب اليه. الان الكل سواء من جهات رسميه او من حكماء او مكونات يرفض ادخال المنطقه الجنوبيه في اي صراعات على حساب طرف. نعم، عضو المجلس البلدي سبا السيد ابراهيم محرز كنت معنا على الهواء مباشره، شكرا جزيلا لك.